صراحة احنا انا واحد من الناس كنت متوقع فوز هيلاري كلينتون طبعا، سبب ان كان قبل كده التصويت عليها بيقولوا ان التصويت هناك في امريكا كان لصالحها. النهارده الصبح اتفاجئت ان ترامب هو اللي كسب، فكانت مفاجأة بالنسبة لي صراحة. يعني طب رأيك ايه في ان هو بقى هو الرئيس الامريكي؟ والله احنا لسه ما نعرفش، يعني اوباما اول ما مسك كان بيمثل اللي هو بيحب الاسلام والوطن العربي والكلام ده كله، فممكن يبقى يعني هو دوت قال اللي هو ما بيحبش الاسلام، ما بيحبش البلاد العربية، فممكن برضو المصالح بعد كده تحكم في ان هو يتعامل معانا بشكل كويس. يعني شايف ان ده يأثر على علاقتك مع مصر؟ انا مش هقدر احكم غير لما اشوف اللي ممكن يحصل. يعني لا الصراحة ما فرحتش خالص، يعني انا كان نفسي كلينتون هي اللي تمسك، لان هو كان بيهدد قوي المسلمين وان هو يمنع دخول المسلمين في امريكا وكده، فدي حاجة خوفت يعني. وان هو كمان كان بيعيب على اوباما في ان هو كان سامح للمسلمين وجودهم في امريكا، وان هم كانوا معظمهم ورا كل الجرائم هناك في امريكا، فكان هو وجوده بالنسبه للاسلام حاجه تخوف. يعني ده يأثر على علاقته مع مصر؟ لا مش عارفه، بس هو شايف ان اوباما كان بيستهين قوي بعلاقته بالاخوان المسلمين والحاجات في مصر وكده، فترامب ما اعتقدش ان هو هيبقى اشد منه. يعني في هناك في ديمقراطيه بتتغير كل 4 سنين، واحد بيتغير او كل 2 سنين، لكن هنا ما فيش تغيير، ممكن واحد يقعد 100 سنه رئيس جمهوريه، عشان هنا ما فيش ديمقراطيه اصلا، لكن هناك في امريكا في ديمقراطيه.